الرئيس السيسي يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين. رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر. ومصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في تونس. موجز لأهم وآخر الأخبار من شبكة تلفزيون النهار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، وتناول الاجتماع استعراض نشاط وعمل صندوق تكريم الشهداء خلال الفترة الماضية والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق وفقا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر 2021. كما شدد الرئيس السيسي على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من صندوق تكريم الشهداء، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخلص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وقال الرئيس السيسي عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة. وتابع الرئيس السيسي قائلا: إنني أدعو المولى عز وجل في ذكرى هذا اليوم المبارك بأن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بمزيد من الخير والأمن والاستقرار. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا اليوم لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والإسكان. وخلال الاجتماع أشار وزير الإسكان إلى أن هناك أكثر من 60 شركة تقدمت بعروض للوزارة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر. وفي ختام الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة الوصول لأفضل العروض المقدمة من قبل الشركات المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر. أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية متجهة إلى تونس محملة بأطنان من المساعدات الطبية. المزيد في سياق هذا التقرير. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولي محملة بأطنان من المساعدات الطبية، تتمثل في مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين. ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر وتونس الشقيقة، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب المشترك زايد ثلاثة الجوي. المزيد في سياق هذا التقرير. وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك زايد ثلاثة، والذي يتم تنفيذه بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر فعالياته لعدة أيام. ونفذت خلال الفترة الماضية عددا من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية المصرية والإماراتية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية لكلا الجانبين. كما شهد رئيس أركان القوات الجوية المصرية ورئيس هيئة الركن للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية بدولة الإمارات، والتي تضمنت قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية والقيام بأعمال المعاونة الجوية للتشكيلات البرية. وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك في مختلف الظروف. يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. إلى اللقاء.